بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هناك حوت قاتل طور أسلحة قتالية ليتمكن من العيش والنجاة لملايين السنين في البحر. هذا الحوت القاتل يقول العلماء إنه طور أسلحته بنفسه. طبعا نحن نعلم كمؤمنين أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولكن نظرية التطور للأسف تقدم لنا رؤية أخرى، تقول كل شيء يحدث بالمصادفة في الكون، كل شيء بالمصادفة. طيب دعوني أرى هذه الصور فقط، هذه التقطت، طبعا أنا أقرأ من موقع لايف ساينس هنا. هذه الصورة التقطت أيها الأحبة لهؤلاء الحيتان القاتلة بالقرب من سواحل روسيا. طبعا انظروا إلى هذه الزعنفة القوية جدا، تصميم هندسي خارق، هذا تصميم هندسي خارق أيها الأحبة. انظروا إلى هذه الزعنفة كم هي قوية جدا، سبحان الله. لدي صورة أخرى أحببت أن أتأمل معكم خلق الله. الله تبارك وتعالى يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. انظروا أحبتي في الله، ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. انظروا إلى هذه الزعنفة تشبه السيف المدبب. انظروا، حقيقة مثل هذا المشهد أثار يعني استغراب العلماء، أثار استغراب العلماء، وبخاصة أن هذه الحيتان مرنة جدا. هذه الحيتان يعني هذا الحوت يبلغ من العمر 16 سنة ويتمتع بصحة قوية جدا. حيتان قوية قاتلة، لديها مرونة، تستطيع المناورة، لديها أسلحة متطورة. طبعا كل هذا يقول عنه العلماء إن هذه المخلوقات هي التي طورت نفسها. وأنا أود هنا أن أتساءل فقط، أود أن أتساءل، أنا سأقتنع مع من ينادي بنظرية التطور أن هذه نتاج عشوائي لما يسمى يعني هي ليست قوانين يسمونها هكذا، سنفترض أنها صحيحة، قانون الاصطفاء الطبيعي الذي هو يعمل هكذا لوحده من دون خالق، من دون مسبب، من دون أي شيء، لوحده يعمل طفرات عشوائية نتيجة احتمالات، يعني نظرية الاحتمالات تنتج مع الزمن ملايين السنين. تعلمون أن عمليات نسخ البروتين ونسخ الجينات يحدث فيها أخطاء، هذه الأخطاء تسمى الطفرات، هذه الطفرات تؤدي لحدوث مخلوق جديد. هذا ملخص سريع جدا لنظرية التطور. يعني مثل أنت عندك مثلا أثناء الطباعة تحدث أخطاء طباعة، عندما تطبع مقالة هناك أخطاء مطبعية تسمى معروفة، فتعيد طباعة المقالة هذه. يعني أنت مثلا تكتب مقالة في الطب مثلا، فخلال آلاف المرات وأنت تعيد الطباعة في كل مرة لنفس المقالة تحدث أخطاء، مرة تزيد حرفا هنا، مرة ينقص حرف، مرة تكتب كلمة مرتين، مرة تنسى كلمة، كذا. عبر آلاف المرات نتج معك قصيدة شعر جميلة تقول هذه تطورت عن المقالة الطبية. يعني أنا لا أدري كيف العقول تستوعب ذلك، ولكن لنفرض أن هذا صحيح. طيب من أين جاءت المهارات القتالية لدى هذا الحوت؟ سؤال. أنا معكم، الطفرات العشوائية أنتجت لنا هذا الحوت، ولديه هذه هذه الأداة المدببة الحادة التي يدافع بها عن نفسه ويقتل، يستطيع أن يقتل إنسان بضربة واحدة. أنا معكم، الطبيعة طورت ذلك، ولكن مهارات القتال والقفز في الماء والالتواء والاصطياد ومراقبة الأعداء والنجاة بنفسه من الأعداء ومهاجمة الفريسة
هو يهاجم الفريسة بسرعة هائلة وينقض عليها بسرعة. هذا التكتيك، هذه التكنولوجيا المتطورة. أنا أود أن أسأل، من أين جاءت هذه التكنولوجيا؟ ما هو القانون؟ هل هو قانون الطفرات العشوائية أو أخطاء النسخ أنتج هذا؟ لذلك أيها الأحبة، أنا أعتبر والله كل مخلوق، داروين قال ذات مرة في كتابه أصل الأنواع الذي طبع قبل أكثر 150 سنة، اقرأوا كتابه، قال إذا وجدتم مخلوقا واحدا يناقض ما أقوله فهذا يكفي لتدمير نظريتي بالكامل. والله أيها الأحبة، كل مخلوق، وأنا أقسم كل مخلوق، من البكتيريا التي خلقت قبل 3.5 مليار عام كما يعتقد كثير من العلماء، حتى آخر مخلوق هو الإنسان، كل مخلوق عندما تتأمله تجد أنه يناقض نظرية التطور، تجد فيه خصائص لا يمكن تفسيرها عبر نظرية التطور. كل المخلوقات على وجه الأرض تشهد أن هناك إله مبدع حكيم مصمم. هذا الحوت أيها الأحبة يتحرك بحركة ثلاثية الأبعاد في البحر، صحيح؟ هو يتحرك حركة ثلاثية الأبعاد. طيب هذا الحوت أنتم تقولون كان ذات مرة مثلا شيء آخر، طبعا هناك نظريات، يعني أنت الآن إذا كتبت على الإنترنت ما هو أصل الإنسان تجد 10,000 نظرية، يقول لك أصله كذا أو كذا أو كذا أو كذا، كل مرة يقولون كلام مختلف. طيب ما هو أصل الحوت؟ هناك نظريات كثيرة. ما هو أصل حتى القرد؟ نظريات كثيرة. من أين جاء الذباب مثلا؟ نظريات كثيرة. لا يوجد اتفاق بين العلماء أحبتي في الله. هذا يدلك على أنه لا يوجد نظرية أصلا اسمها نظرية التطور، لأن النظرية هناك أدلة علمية تدعمها. هذه النظرية لا يوجد دليل علمي واحد يدعمها أبدا، سوى التشابه الخارجي، وسوى أن هناك آلية للعمل الخلايا مشتركة بين جميع الكائنات الحية، آلية عمل الخلايا، الآلية لنظام العمل يعني متشابه لدى جميع الكائنات. طيب أنا أريد أن أفسر هذا التشابه على أن الخالق واحد. طيب لماذا تريد أن تفسره بالتطور العشوائي بالمصادفة؟ يعني لماذا أنت تتقبل أن التطور جاء بالمصادفة العشوائية ولا تتقبل أن هناك خالقا هو الذي خلق هذه الكائنات وأعطاها؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية ضرورية أيها الأحبة. هذه الحيتان والله لولا هداية الله لها لانقرضت، وإلا هذه الأسلحة الفتاكة التي طورتها كما تقولون، هي طورتها، كيف استطاعت تطويرها يعني عبر الأجيال؟ من الذي أشرف على تطويرها؟ لابد أن هناك قوة خارجية. يعني نحن الآن إذا أردنا أن نطور مثلا آيباد أو أردنا أن نطور جهاز موبايل لابد من مهندسين ودراسات، أما أن نجد مخلوقا يطور نفسه هكذا من دون أي قوة خارجية فهذا عبث علمي وليس منهج علمي أيها الأحبة. لذلك أنا لا أستطيع إلا أن أقول آية أكررها دائما، خاطب الله بها أولئك الملحدين وقال لهم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.